طيب دكتور أمير، عمليات حقن الدهون، نسمع حقن الدهون حقن الدهون حقن الدهون، صارت منتشرة مؤخرا، ايش اتكلمني عنها؟ اقدر احقن دهون فين؟ حقن الدهون هو إجراء بسيط بيستغرق 3/4 ساعة بالكثير. اوكي. تخدير موضعي بناسب كثير من الناس اللي بيلجأوا أو بيطلبوا عمليات شد وجه في عمر معين، في عمر صغير. وبناسب الناس اللي يبغوا فيلر بس الكمية شوية أكبر من الميزانية أو أكبر من من 3-4 إبر. أوكي. الدهون الذاتية ممكن نستخدمها نفس استخدام الفيلر بس بكميات أكبر بسعر مناسب أكثر. بكل صراحة ما يزعلوا مني شركات الفيلر، أنا بسوي فيلر وبسوي دهون ذاتية، بس كله بيعتمد على الحالة. أي والدهون أرخص من الفيلر قصدك؟ بكمية، يعني بالكمية. إذا أتي إبرة واحدة لا أعملي فيلر، أو إبرتين أو ثلاثة فيلر. لما وصلتي 5-6 إبر لا حولي على الدهون الذاتية أفضل. بس عملية الشفط برضو حتأخذ مبلغ. ما هو أكثر من 3-4 إبر؟ والله 5 إبر. نعم، عند أوكي. الطبيب المتخصص في الإبر، لأنه ممكن إبر يكون في شركات رخيصة أو أطباء لسه مو متخصصين في هذا الموضوع، فبيكون السعر أقل. بس إذا أنت بتروح عند أحد متخصص في موضوع الإبر، 4 إبر 5 إبر حتجيب سعر العملية. لا أعمل جميل. عملية وأكون مرتاح بالدهون. وفي فرق طبعا بين الفيلر والدهون، هو الفيلر مؤقت، نتكلم على يمكن الفيلر المؤقت والدائم، بس الفيلر مؤقت 6 شهور إلى سنة. الدهون الذاتية ممكن تصير دائمة. نعم، الدهون الذاتية 50% من اللي بينحقنوا، يعني نقول 10 مراجعات جو حقنوا دهون ذاتية، 5 منهم هذه الدهون حتمسك، ما حتروح، ما حتختفي، ما حتروح، دائمة في هذه المنطقة اللي حقناها. أوكي، وأحسن ما اسمها دهوني بدل فيلر كل 6 شهور كل سنة. بالضبط. بس 5% الخمسة التانيات حيروح، حيدوب كأنه فيلر. بعد قد ايه ممكن يدوب؟ نفس سرعة ذوبان الفيلر؟ لا، ممكن أسرع ممكن أقل. متى بنقول المقياس الصحيح؟ بعد 3 شهور من الإجراء. فأنت بتجي تبغى تعملي حقن دهون عندي مثلا، تقررنا مع بعض نعمل شوية خدود، شوية نيزوليبيال، شوية تكسس، whatever it is. بعد حنصورك قبل الإجراء، حنعمل الإجراء، هيتورم شوية أول 2-3 أيام، على أسبوع بيكون ممتاز، 2 أسبوع ممتاز. بعد 3 شهور حشوفك، حنصور مرة تانية وحنقارن الصور. أوكي. هنا يا 50% خلاص ممتاز، أو 50% ذابت، إما كليا أو جزئيا. إذا ناسبك الشكل ممتاز. لا والله دكتور أنا كنت عاجبني قبل شهر، قبل ما يدوب، إيش هتعمل لها؟ ممكن نعمل مرة تانية حقن. حقن. نعم. بس فيلر عادي إنك تحط فيلر. ممكن. فوق الدهون أو مع الدهون. فيلر فوق الدهون ما في أي مشكلة، أو مع الدهون ما في مشكلة. أوكي. ما عمرها منها مع الدهون. بس ممكن تعملي الدهون مرة ثانية. أوكي. وعادة إذا عند نفس طبيب حيرعوك، يعني حيعطوك إكسبشن شوية بالسعر. وعلميا في الحقن الثاني أو الثالث أو الرابع أفضل من الحقن الأول، المنطقة شوية تأقلمت على موضوع الدهون. أوكي. اللي بيأثر على الدهون، بس بقول هذه كلمتين، إيش؟ اللي بيأثر على الدهون شغلتين، الدخان والعمر. كل ما زاد العمر صعب أنه الدهون هذه تلصق في المكان الجديد، لأنه هي بتاخد تروية من نفس المنطقة. أوكي صحيح. والدخان، الدخان بيأثر على الأوعية الدموية الصغيرة اللي نبغاها تنمو وتمسك في هذه الدهون وتمسك في مكانها. فهذول الشغلتين اللي بيأثروا عليها. otherwise أي شيء تاني طبعا الدكتور كمان تمرسه ومعالجة الدهون قبل حقنها جدا مهم كمان، هذه على الدكتور. هنا حيخليني أسألك كيف معالجة الدهون، إيش دي، إيش تعمل، ليش؟ أوكي، لما نشفط الدهون إحنا بنحط سائل قبلها اللي هو قابض للأوعية الدموية ومخدر موضعي. فلما نأخذ الدهون هذه في أطباء بياخدوها وبيحقنوها على طول، مو غلط يعني، لسه العلم كمان ما توصل إلى أفضل طريقة. أوكي. في طريقة وتكلمت عنها عندي في الإنستغرام على اسمها كولمن تكنيك، اللي هو بناخد هذه الدهون وبنحطها بجهاز طرد مركزي. أوكي. بيعمل طرد، بيفصل الدهون عن السوائل، عن أشياء كثيرة في الدهون، الشوائب اللي تكون موجودة في الدهون، زيت وخلايا دهنية وبلازما بينفصلوا عن بعض، وبناخد إحنا بس الدهون وبنحقنها. هذه أفضل الطرق وهذه بنستخدمها إحنا لرفع نسبة أن الدهون تثبت وتكون فترتها أطول. أيوة. في ناس بيستخدموا صفاية
وملعقه للاسف بتنباع وبتنباع كجهاز طبي. ترى فكره كنت بفكرك بتمزح. لا والله جهاز طبي بينباع في صفايه وفي ملعقه وبيصفوا الدهون وبتنزل الشوائب وبتضل بس دهون في الصفايه. جهاز طبي يباع علميا ما في وتكنيك علمي. اوكي ما بستخدمه انا لانه عشان ما يضحك علي الناس جد يعني حاجه تضحك. جهاز الطرد المركزي هو من اكثر الوحده المطوره وفي عليها دراسات علميه كثيره لرفع نسبه ثبات الدهون ان شاء الله.